الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الصحة والجمال الفضائية. يسعدنا أن نقدم حلقة جديدة من برنامج آباء وأبناء. موضوع حلقتنا اليوم الآثار النفسية لضرب الأطفال أو الإيذاء البدني للأطفال. بداية، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم لم شمل مصر والمصريين يا رب العالمين. سيدتي وسادتي، طبعا مصر حبيبتنا كلنا، وإحنا كلنا بنحب مصر، كلنا أبناء وطن واحد، وندعو الله وندعو الله وندعو الله أن يحقق كل شيء لمصر. الشاعر بيقول: صونوا حماها وانصروا من يحتمي، ودافعوا عنها تعيش وتسلمي. يا مصر يا مهد الرخاء، يا منزل الروح الأمين، إن على عهد الوفاء في نصرة الحق المبين. ده كلمات أحمد رامي. لكن تعالوا شوفوا حافظ إبراهيم بيقول: أنا إن قدر الإله مماتي، لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. إن شاء الله مصر لن تموت، مصر ستظل رافعة شامخة أعلامها خفاقة، وستظل مصر أم الدنيا كما كانت، وتظل كما كانت أم الدنيا. مصر آمنة إن شاء الله كما ذكرت في القرآن الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين آمنين بفضل الله وبفضل شعب مصر وحبكم لمصر، لأننا أبناء الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سلام لك يا مصر، سلام لك يا مصر إن شاء الله. سيدتي وسادتي، طبعا أنا بقول تاني، هنتكلم عن موضوع النهاردة اللي هو الآثار النفسية للإيذاء البدني للأطفال أو لضرب الأطفال. كثير من الآباء والأمهات يعني كل ما يدور في ذهنهم لمعالجة بعض المشكلات النفسية أو السلوكية عند الأطفال يلجأ للضرب أو الإيذاء البدني. ودايما إحنا بنقول العنف بيولد عنف، لكن قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أنا بقول بانتظار اتصالاتكم برضو على الأرقام اللي تظهر على الشاشة دلوقتي إن شاء الله، أو تبعتوا لنا رسائل وإحنا في انتظار اتصالاتكم هنرد عليها بفضل الله. أنا بقول برضو بعض الإخوة بعتوا لي رسائل يعني في التليفون وعاوزين يجوا من خارج القاهرة يحضروا معايا البرنامج، لكن أنا طبعا أنا قلت لكم وبقول تاني لكل الناس، تبقى للظروف اللي إحنا بنمر بيها حاليا دلوقتي وصعوبة الوصول للقاهرة، وخاصة أنتم من خارج القاهرة، إن شاء الله بعض الأمور أن تهدى بعد العيد بإذن الله في استقبالكم وفي استقبال كل أبناء الأمة العربية وأبناء مصر بالذات. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، إن موضوع الضرب والعنف ده يعني موضوع شائع جدا في كل الأسر العربية والإسلامية. ودايما بعض الأمهات الحاجة الوحيدة اللي بتلجأ لها دايما إيه؟ إنها تضرب ابنها علشان تقدر تتخلص من سلوك الطفل المزعج بالنسبة لها، اللي بعض الأحيان هي حائرة أمامه، وخاصة لو كان الطفل عنيد أو يعني متشبث بسلوك معين. لكن عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، الضرب أختي الفاضلة ليس هو علاج المشكلة. ويلجا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا كلام مين؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. يعني قياسا على الصلاة يبقى ايه؟ يبقى برضو يعني تقويم السلوك. فأنا علشان أقوم سلوك طفلي لازم أول حاجة أفكر إن الولد ده عنده كام سنة. الطفل ما قبل 3 سنين، أنا بقول تاني أهو، عنده عقل غير واعي، يعني يسمي الأشياء بمسمياتها لكن لا يفهم لا يدرك، يعني ما عندوش تفسير للشيء نفسه. لو هو مسك مثلا كوب وكسر الكوب، أهو عرض كوب، لكن كسر بقى يعني بعض المخاطر اللي تترتب على كسر الكوب ده لا يعيها الطفل. فبالتالي نتعامل معه بهدوء وبالراحة وفي حدود مرحلته السنية. لو كل أم وكل أب أدرك المرحلة السنية لطفله، وإن الطفل كل ما ينمو سواء نمو بدني أو نمو نفسي أو نمو عقلي أو نمو انفعالي أو نمو اجتماعي، أي نمو، كل ما ينمو الطفل يتغير سلوكه، حتى لو كان السلوك بالنسبة لحضرتك سلوك يعني سلبي، فدي ظاهرة صحية. لكن المشكلة إن إحنا لو ثبت الطفل على سلوكه، ودي تعتبر ظاهرة غير صحية، يعني الولد اللي عنده 3 سنوات وبعدين نمى لـ5، نمى لـ7، نمى لـ9، نمى لـ10، وما زال السلوك هو هو لم يتغير بعد، لا،
دي ظاهرة غير صحية وتحتاج إلى علاج فورا، والاكتشاف المبكر بيساعد على حل المشكلة. لأن أنا لا يعني ما كنتش سعيدة قوي، ما كنتش فرحانة قوي إن ابني قاعد في البيت ويعني مطبق إيديه كده وقاعد وما بيتحركش مكانه وعنده صمت وعنده يا سلام مؤدب. لا، أنا بقول لحضرتك النمو اللي بيحصل عند الطفل ده، حتى طبعا الولد خلاص بقى يعني في حس حركة، بيتحرك في البيت، عنده بيجري ويتسلق وبيقفز وبيعبر، عاوز اكل عاوز اشرب، بيتكلم، يعني عنده نمو لغوي ونمو حس حركي. طيب النمو اللغوي والحس حركي عند الطفل ده انا احترم وظفه ولا احاول ان انا احبط الطفل واضربه واقول له ما تتكلمش ما تكسرش ما تتحركش، خايفة على يعني ادوات البيت واساس البيت انها ما تتحركش مكانها. لكن انت بهذا السلوك انت برضو الولد عنده ابداع، الطفل الصغير دايما عنده احلام يقظة وعنده خيال واسع، والولد يعني بيفكر. وانا اقول دايما يعني خلي بالك من ثلاث حاجات. لما اتكلمت عن الحلقه بتاعت الذكاء في الاسبوع اللي فات او الاسبوع الماضي، قلت يا جماعه علشان انا ابني اقدر اتنبا بذكائه، لان قلت قياس الذكاء يبدا من سن 5 سنوات، طب ما قبل 5 في بعض حاجات انا اتنبا بيها سلوكيات معينه. الولد عنده حس حركي وعنده قفز وبيجري وينطلق، عنده طلاقه لفظيه بيعبر كويس قوي، عنده كثره اسئله بيسال كتير جدا، ده اتنبا انه ذكائه ان شاء الله كويس. لكن الطفل الخامل اكيد في مشكله الخمول. لكن طفلي بقى مش مزعج اللي بيسالني كتير ودايما يقاطعني ودايما يتكلم معايا، اديله فرصه ردي على تساؤلاته. لان الطفل لما بيسال حضرتك يعني عنده شيء مش هيسكت ابدا. لو انت ما رضيتش على السؤال بتاعه هيسال بابا، طب بابا مش هيرد، هيسال صاحبه، هيسال الواد كثير الاسئله. لكن من يعطي الطفل الاجابه الصحيحه التي تنمي الطفل وتهذب سلوكه؟ الام والاب. لان حضرتك بعض الاحيان هو انت ما بتقدريش ترد على سؤال الطفل، او بعض الاحيان سؤال محرج بالنسبه لك، جيت ازاي والحاجات اللي احنا بنسالها من الاطفال الصغيرين، رد على تساؤل طفلك. طالما طفلك عنده تساؤل رد عليه، لكن لا تحبطي طفلك بالايه بالضرب. لو ضربت طفلك خلاص احبطتيه، الابداع اللي عنده خلاص، العنف يقتل الابداع. انا بقول تاني اهو، العنف يقتل الابداع، والحريه وسد الاحتياجات تنمي الابداع عند الطفل. معانا اتصال، السلام عليكم. ابو احمد السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. لو سمحت اقول لك، انا عندي احمد ابني. نعم. عنده 3 سنين دلوقتي، ربنا يخليه. الله يخليه. هو عنده مشكله كبيره جدا، هو والدته عودته ان هي تشيله. اه. فبنحاول معاه بشتى الطرق ان هو يتعود مثلا يمشي معايا جنبي في الشارع او كده. بيعمل لي مشكله كبيره جدا، والمشكله ان هو عنيد جدا. ممكن يعني في مره قعدت ساعتين بحاول ان انا اعاند قصاده ان ايه، لا مش هشيلك، لازم تمشي جنبي. قعدنا ساعتين كاملين، وفي الاخر برضو انا شلت في الاخر. اه اضطريت. ف يعني يا ريت حضرتك بس تديني نبذه اعمل ايه في المشكله. طب هو الطفل وحيد حضرتك؟ اه هو لسه اول طفل وحيد. اه بص حضرتك، يعني طبعا على فكره يعني الكلام ده لكل الاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات، سلوك الطفل ولغته من البيت. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يعني الولد بيتولد صفحه بيضاء، والكلام الاخ الفاضل ابو احمد ركز معايا حضرتك ولكل المشاهدين. اللغه من البيت وسلوك الطفل اللي انت بتقوله دلوقتي اتعود انه يتشال من ايه، من البيت. انا بقول دايما ومن دلوقتي اهو، انا بقول من دلوقتي لابو احمد، حاول تنيم احمد مع حضرتك في مكان لوحده، ده بنسميه فطام النفسي. لانك انت الولد طبعا وحيد في البيت، والطفل الوحيد له بيئه نفسيه وخاصه يعني ينال نوع من التدليل والحمايه الزايده من الام والاب او الجد والجده وكل البيئه المحيطه. الولد عنده هاله، وبعدين طبعا خلاص الام طبعا بالنسبه لها ابنها الوحيد اللي هو يعني ربنا يبارك فيه ان شاء الله ويخليه ولي العهد، والاب شايف ولي العهد ان شاء الله. لكن الحمايه الزايده اخر فاضل، احنا لا عاوزين حمايه زايده ولا اهمال ونبذ، خير الامور الوسط. ابنك لو يعني احنا لسه بنتكلم عن الضرب والعقاب بتاع الاطفال، انا بقول لحضرتك طالما الولد عنيد جدا وعنده سلوك ان هو دايما بيتشال، انت الاول يعني حاول تروض الطفل في البيت، الترويض مهم جدا. وانا قلت بقول تاني وتالت ورابع، المراه بعض الاحيان عندها قدره تروض اسد، والاسد الذكاء بتاعه 16 والطفل عنده تخلف عقلي 75. يعني شوف الفرق بين المتخلف عقليا الانسان واللي عنده ايه ذكاء اللي هو الحيوان. فعندها قدره عجيبه بسم الله ما شاء الله تروض الاسد اللي ممكن ياكل اي ناس، مفترس، حيوان مفترس. ما عندكش قدره تروض الطفل، لكن الطفل لو تشبث على سلوك معين لا ابالي. علشان انا لو خلاص يعني خضعت للطفل وانا سمعت كلامه، والولد بالتالي عمليه بقى ان هو نفذ ارادته عليا،
للاسف انا اسف يا ابو احمد، هيربي حضرتك مش هتربيه. لكن انا الولد لو اصر على البكاء النهارده هيبكي قد ايه؟ ساعه؟ طب بكره هيبكي قد ايه؟ ساعه الا 10 دقائق، ساعه الا تلت، نص ساعه، خلاص. بعد كده هيستجيب لمين؟ البكاء بتاعه يعني بعد الشهر مش هيموت. سيبه يبكي. لكن بعد كده هو بيعمل ايه بقى؟ بيتربص لحضرتك. مجرد الام، خاصه الام، بيبقى وجدانها عالي جدا ناحيه طفلها. ما بيهونش عليها بالبلدي كده، بتضطر تديله الحاجه اللي هو عاوزها. لو انت حضرتك كسرت القاعده واديته الحاجه خلاص، هو بقى المفتاح بالنسبه له البكاء والصراخ والعناد. لا، حاول من دلوقتي حضرتك تروض الطفل وتلعب معاه في البيت، والام يعني ما تبقاش في يعني دايما ايه. وفي حاجه مهمه جدا جدا لحضرتك، يا ريت انت والام تكونوا الاثنين على قلب راجل واحد. يعني انت ما تربيش بطريقه تشيله والام ترفضه، او العكس صحيح. لا، انتوا الاثنين اللي اتخذتوا قرار بينكم وبين بعض بعيد عن الولد، خلاص تنفذوا انتوا الاثنين، علشان ما تبقاش انت يعني الحنين والام اللي بتشد عليها، او العكس. لا، لو في قرار يبقى قرار الاثنين على قلب راجل واحد، علشان الطفل ما يقدرش بعد كده يكسر كلام حد فيكم. لانك انت لو بالبلدي كده شديت عليه والام يعني في تراخي شويه هيلجا للام، طب العكس هيلجا لك انت ويرفض الام. لا، احنا عاوزين الام والاب يا حضرات يكونوا الاثنين على قلب راجل واحد. وانت حضرتك طبعا انت لقيت المشكله في الشارع، لا ده انت قبل ما تروح الشارع لازم تروض طفلك. وبعدين بعض الاحيان الاول يعني انصحه مره واثنين، طبعا خلي بالك 3 سنوات برضه قلت انا اهو ان عنده عقل غير واعي يتشبث بايه؟ عنده عقل غير واعي يتشبث بسلوكه، وخاصه لو كانت الام وجدانها ضعيف شويه، يعني اسف عالي شويه، يعني ايه دايما ايه خايف على ابنها ودموعه بالنسبه لها يعني حاجه مقززه وتبقى متضايقه لا. اختي لا تخافي ولا تنزعج من دموع الطفل، ان هو يتشبث بهذا السلوك، علشان بعد كده ايه يبقى المفتاح اللي يفتح حضرتك بيه، وربنا يوفقك ان شاء الله ويخليه لك باذن الله ان شاء الله. عاوز اقول برضو لكل الاخوات المشاهدين، الولد اللي بيتربى على سلوك طيب في البيت، واهم حاجه برضو يا حضرات قبل ما نلجا للضرب ونلجا للعنف مع الاطفال، نشوف تاني وتالت، لان بعض الاطفال بتكون عندهم يعني يتشبث بسلوك، زي الاخ ابو احمد بيتشبث بسلوك معين. انا عودت الطفل ان انا اشيله واحطه، ان انا دايما ايه يعني ما بلمسش الارض خالص، الولد دايما بيتشال وفجاه نزلته، ما هو طبيعي طبعا. بس انا بقول لحضرتك بتدرج، يعني مش انت في يوم وليله كده هتقول لاحمد اقف امشي معايا، لا، يعني مشي شويه وشيل شويه وبعدين يلا نجري مع بعض سوا في الشقه، الكلام ده كله لحد ابنك ما يتعود على المشي. لكن انت ما تبقاش بقى طول عمرك بتشيله وتيجي في لحظه تنزله في الشارع، مش هيحصل. لا، التدرج، انا بقول لحضرتك التدرج. ويا ريت ابنك من دلوقتي لو كان عنده يعني اكيد ان شاء الله عنده حس حركه وبيجري وياكل ويتسلق، حاول الولد بقى توديه نادي، توديه يعني مكان فيه يعني فسح كده يجري. لان يا حضرات دايما بتقولي العقل السليم في الجسم السليم. الولد لو عنده طاقه بدنيه كويسه جدا وعنده قدراته البدنيه جميله، بالتالي هتلاقي عقله كويس، وبالتالي لو عقله كويس هيبدا يسمع حضرتك. وعايز اقول لحضرتك يعني في حاجه دايما يا اخواننا، والله كل شيء في القران الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل اب وكل ام في البيت انه بيدي مساحه لطفل ويلعب معاه شويه، ويفعل كما كان يفعل النبي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد مع احفاده الحسن والحسين، كان يمتطي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت النهارده لو جبت طفلك وجع على كتفك مره وعلى ظهرك مره وتمرغت معاه الارض وشيلته وحطيته، الولد هيقبلك ولا هيرفضك؟ اكيد هيقبلك ويحبك جدا جدا. وطفلك لو تقبل الاب والام يا سلام، يعني بيحبهم، هيسمع كلامهم، ولو سمع كلام حضرتك هتغير سلوكه بسهوله. فانت الاول انزل لسن طفلك وخلي عندك 3 سنوات عشان تفهم لغه الطفل. اللغه ليس كلام صيني او فرنسي او عبري، لا، اللغه سلوك. لو استطعت ان تفهم سلوك طفلك استطعت انك انت تغير ايه السلوك السلبي اللي بيزعج حضرتك، وربنا معاكم جميعا. بقول برضو يا حضرات اني عايز اقول على حاجه مهمه جدا جدا قبل ما اتكلم في موضوع الضرب ده، العلاقه بين الزوج والزوجه في البيت من اهم المضادات الحيويه للسلوك المزعج للاطفال. لغه الجسد بين الام والاب في البيت كده اللي فيها نوع من الحنين، من نوع من التقبل، كله يتقبل الاخر، ابتسامه الاب للام او العكس صحيح، والطفل قاعد يرصد هذه الابتسامه، هو خلاص يرتع ويلعب ومبسوط جدا وفي حاله انسجام. لكن تخيلوا بقى سوء، يعني اعكس المشهد وخلي بقى الاب ينفعل ويتعصب على الام او العكس صحيح، وصوت البيت في ازعاج
الولد هيعمل ايه؟ خلاص هيجيله فزع وخوف، وهيجي في ركن من البيت ويقعد كده قاعد راسه سلوك الام والاب. وايه اللي هيحصل له؟ هتجيله مشاكل نفسيه وهينام في بالليل وعنده الام نفسيه يا سلام لا حصر لها. وقد يعني يصاب الطفل ببعض المشكلات اللي احنا بنعاني منها، تبول لا ارادي، قضم اظافر، مشي اثناء النوم، جزع الاسنان، فزع، صراخ، حاجات كتير جدا. او بعض الاحيان يجيله فقد الشهيه العصبي، ما ياكلش كويس، يجيله شرع عصبي، ياكل كتير، تجيله سمنه. كل هذه الامور نتيجه الحاله النفسيه اللي انتابت الولد ده، او جاله اكتئاب نتيجه ان الاب والام يعني ما فيش توافق زواج في البيت، دايما في خلافات، دايما في صوت عالي، دايما في عنف من الزوج للزوجه والعكس صحيح. من الضحيه؟ وبعض الاحيان الامهات يعني ربنا يهديك وان شاء الله كده وتخلي بالك من طفلك. بعض الاحيان الام تجعل من طفلها كبش فداء، ان لها يعني سلوكيات مع الزوج بعض الاحيان، والزوج يعني من وجهه نظرها يعني غليظ عليها شويه وعنيف عليها شويه، ويعني مش واخده حقها معاها. تعمل ايه بقى؟ انها تفش غلها بالبلدي كده في الطفل الصغير ده او الطفله الصغيره. لا، الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس الانسان الا ما سعى. قران كريم يا حضرات. ما انا ما يعني ما اضربش طفلي علشان زوجي بقى يعني صعب معايا، او عشان زوجي يعني في البيت لما بيجي بيعمل لي مشكله. لا، او العكس صحيح، الاب يبقى جاي البيت عصبي عشان مراته النهارده وهو خارج رايح الشغل قالت له كلام مش كويس، او يعني في ازعاج او في تليفون بينهم. لا، الاطفال دول امانه، ربنا سبحانه وتعالى يعني وصل يعني ده الناس بتصول وتجول واطباء وتحاليل وفحوصات طبيه علشان ربنا يكرمه بطفله وطفله. وربنا وهبك الطفل والطفله، ايه اول حاجه تعمليها؟ توفي الامانه حقها. والدول على فكره اللي تتقدم دايما وتطلع عنان السماء وتطلع على الفضاء، واللي وصلت يعني الى تاني وتالت في التقدم العلمي الى حاجه هائله من التكنولوجيا العصريه والتقدم العلمي الهائل، جا منين ده؟ من الاهتمام باطفالهم. فأي دولة تحاول إنها ترتقي ويكون عندها رقي وتقدم علمي، الاهتمام بالأطفال. وديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام وكل الأديان السماوية حست على الاهتمام بالأطفال. الأطفال دول يا حضرات أمانة، لازم نوفي الأمانة حقها. تعالوا نشوف يا حضرات بيقولوا إيه على يعني عايز أقول يعني لو عندك حتى الطفل في البيت يعني ما تحاولش تحبطه، خليه يعبر عن نفسه. الولد عنده ثرثره في الكلام، سيبه يتكلم. الله، دي فرصه. ولا الام اللي عندها طفله بيتكلمش وتيجي على بتاع تخاطب والدكتور مش عارف مين، الله، يعني لما بيتكلم مش نافع وعدم الكلام مش نافع. لا، اصيب الطفل يتحدث ويتكلم. يا سيدي في ثرثره ماشي، بس على الاقل انا اوظف الثرثره بتاعت الكلام دي، اوظف الطلاقه اللفظيه اللي من بيها ربنا سبحانه وتعالى على طفلي. بيتكلم كويس وبيعبر كويس ويقول كلام حتى لو اسئله بالنسبه لك يعني محرجه، تقبلها من طفلك، لان هو هيبحث عنها في مكان اخر. ولو بحث عن الحل في مكان اخر خلاص على الدنيا السلام. ليه؟ هياخد المعلومه خطا من صاحبه او زميله في المدرسه، او من صاحبتها او زميلتها او جارتها، خطا، وما بني على خطا فهو خطا. لكن لو حضرتك او حضرتك تقبلت طفلك واديتي له مساحه من الوقت علشان تسمعي اسئله طفلك او كلامه ويعبر عن رايه، طفلك لا يمكن هيكون عنيد، طفلك لا يمكن هيكون سلوكه فج، طفلك لا يمكن هيصاب بالامراض الاجتماعيه لا قدر الله احنا بنعاني منها في المجتمع دلوقتي، البلطجه والانحراف والشذوذ الجنسي وكل حاجات كتير قوي، والتدخين والمخدرات وحاجات اللي احنا بنعاني منها في المجتمع بسبب ايه؟ ان الام دورها دور بيولوجي في البيت بتخلف. لكن عاوزين الام اللي عندها دور تربوي اخلاقي، الام اللي عندها دور نفسي للابن، اللي عندها اثار لطفلها، ما تنامش عشان طفلها ينام كويس، ما تاكلش عشان ابنها ياكل كويس، تلبس متواضع عشان ابنها يلبس كويس وبنتها. هو ده الايثار، يؤثرون على انفسهم ولو كان من خصاصه. لو انت خصيتي طفلك بقى وانت فضلتيه عنك، وما جزاء الاحسان الا الاحسان، هيعمل ايه طفلك؟ هي الله، انا بقى تميزت ووصلت لدرجات علميه متميزه. الفضل يرجع لمين؟ لله طبعا سبحانه وتعالى. لكن من لمين؟ للام، للاب، للام، للاب. ولذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من احق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. الام حمل، ولاده، رضاعه، الاب دور بيولوجي واقتصادي. فعشان كده بقول ان انت من دلوقتي لازم يكون عندك ايصال لطفلك، وما تلجئيش العنف. العنف يولد عنف. انا بقول تاني اهو، العنف يولد عنف.
وعلماء النفس بيقولوا ان ما يتربى عليه الطفل في الصغر من الصعب ازاحته في الكبر. يعني الولد لو تربى على العنف هيطلع عنيف. الولد اللي بيتربى في جو ديمقراطي وفي بقى يعني كده تواصل بينه وبين الام والاب، وقلنا التواصل ده لما يكون في حميميه في العلاقه بين الزوج والزوجه، في تواصل بناء بين الام وطفلها، في علاقه بين الزوج والزوجه حميمه، في علاقه بين الاب وابنائه حميمه، في علاقه بين الام وابنائها علاقه حميمه، العلاقه بين الابناء والابناء في البيت علاقه حميمه. لكن احنا لو ربينا اولادنا على القهر والعنف حتى لما يتزوج ويبقى اب، لانك انت بتعد ابنك طفلك ده الذكر ده الولد ده يبقى اب مستقبل، اب عنيف، وتعد الطفله دي هتبقى ام مستقبل، ام لا مسؤوله، ام عنيفه، عندها عصبيه، عندها نرفزه، خلاص عندها انفعال، عندها دايما غضبانه، لان خلاص من شاب على شيء شاب عليه. والكلام اللي بيقوله علماء النفس ده او الطب النفسي كلام مش من فراغ، دراسات علميه بتتم على عينه من الاطفال في مختلف البلدان في العالم، وبيطلعوا بنتيجه اللي احنا بنقول عليه ان ما يتربى عليه الطفل في الصغر من الصعب ازاحته في الكبر. واحنا عندنا المثل الفلاحي والصعيدي واللي في القطر المصري، من شاب على شيء شاب عليه. لو ربيت ابنك على الفضيله هيطلع يا سلام، يقول لك يا عم فلان حضرتك ازيك اخبارك ايه كده، واجهه مشرفه. لو ابنك اتربى انه ولد يعني مش ما فيش بقى يعني انضباط في البيت، ما فيش بقى يعني اب فاضل، ما فيش قدوه في البيت، الام تتطاول على الاب قدام الابناء والعكس صحيح، خلاص فقدنا الرمز، فقدنا القدوه في البيت. الابن هيطلع ايه؟ هتزرع ورد هيطلع ورد. وبنقول تاني الطفل مثل الساق والاسره الجذور التي تغذي الساق. ان كانت الجذور طيبه فالساق طيب. فانت علشان تخلي طفلك يبقى كويس انت تبقى كويس. ما تضربش طفلك في البيت. علشان الضرب ده بيعمل نوع من تبلد الاحساس عند الاطفال. الولد خلاص انا نهايه عارف النتيجه بقى. انا هتضرب. وعنده بقى يعني عاوز يعبر وعاوز يلعب وعاوز يعني يمرح وعاوز يعمل حاجات، عنده انشطه. وانت كاتم على انفاسه. ما تعملش ما تفعلش لا تفعل لا كذا كذا. الولد عارف هو خارج مدرسه وعارف ان باباه هيضربه بالقلم في البيت. ايه النتيجه؟ ياخد صاحبه وجنب حوش المدرسه ورا المدرسه وهيلعبوا كوره الاثنين. يلا يرمي الشنطه من ناحيه والجاكيت في ناحيه، والاب يهرول ويدور في الاقسام وفي المستشفيات، والولد اصلا قاعد لا مبالاه عنده. ليه؟ لان عارف النهايه روح بدري بيتضرب، روح يعني في ميعاده بيتضرب، روح متاخر بيتضرب. لا، لازم اراعي بقى احتياجات ابني. مش الفكره انا بقول تاني وتالت، مش الفكره سد احتياجات ابنك الماديه اكل وشرب وملبس، لا، سد احتياجات ابنك النفسيه. الترويح مهم عند الطفل، اربط على طفلك، خده في حضنك، اتكلم معاه، انزل لسنه، صاحبه. لو انت عملت كده لطفلك طفلك هيكون امن. سيدنا عمر بن الخطاب، حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. الامن النفسي مهم جدا. اي انسان فينا امن بينام مرتاح. الطفل لو نام نوم امن في البيت وما اتضربش خلاص هيعمل ايه؟ ينام يا سلام نوم عميق جدا، وهيبقى بدنه كويس. وتاني وتالت بانه العقل السليم في الجسم السليم. الولد تعشى بسم الله ما شاء الله ونام، عنده باور في جسمه وعنده تغذيه جميله جدا وفي دم يتدفق في المخ كويس قوي، وكمان نام كويس جدا. النوم ده صيانه للجسم. نام الولد كويس واكل كويس هيصحى الصبح ايه؟ خلاص عنده بقى نشاط بسم الله ما شاء الله، هيروح المدرسه وبيقبل على الدروس بتاعته، هيبقى عنده ذاكره فولاذيه، هيخزن معلومات كويس قوي وسهل يسترجعها. لكن لو انت بقى ضربت طفلك وقهرته ونام مقهور خلاص، هيروح المدرسه الصبح عنده تشتت انتباه، المدرس قاعد في الفصل بيشرح وبيتكلم وصوته طالع والولد ولا هنا خالص او البنت. ليه؟ الولد قاعد في المدرسه بجسده، عنده اضطراب. طبعا في فرق بين الغربه والاضطراب، الغربه دي مكانيه، انا شاهين مصري بشتغل في السعوديه دي غربه. الاضطراب اكون قاعد مع حضرتك بس دماغي في موضوع تاني. الولد قاعد في الفصل مع قرانه لكن دماغه فين؟ في الالم اللي خده من بابا، او الركله بالرجل خدها من ماما الصبح وخارج على المدرسه. لا، العنف يولد عنف يقتل الابداع. الولد بدل ما يقعد في الفصل ويركز وخلاص ويخزن في بعض المعلومات اللي هتفيده في التحصيل الدراسي ويبقى ولد متميز سواء علمي او ادبي، هيبقى دكتور، هيبقى مهندس، هيبقى ظابط، هيبقى قاضي، اي حاجه. ربنا يخلي كل طفل لوالديه وحق طموحاتهم. بس انت علشان يعني اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. ما تضربش طفلك اللي هو عنده ما قبل 10 سنين. وحتى لو في ضرب يا اخواننا الضرب يكون ما بعد 10 سنوات.
مش كلام شاهين بقوله تاني، كلام مين؟ أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعاشر وفرقوا بينهم في المضاجع. طب الطفل قبل 10 سنين أعمل له إيه؟ عاقبه زي أعاقبه، آه بس إمتى؟ أنصحه مرة واثنين وفي الثالثة أقول له خلي بالك، لو المرة الجاية اللي هو عنده 4 سنين 5 سنين لسه على قد سنه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألست أخاطب الناس على قدر عقولهم مش على أجسادهم، على قد عقله. افرض عندك طفل عنده 10 سنين بس عنده لا قدر الله عنده ريتارديش او عنده يعني تخلف عقلي او عنده اعاقه عقليه، ذكائه قد ايه؟ عامله طبقا لذكائه لعقله. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من 1434 سنه، النبي الامي. شوف قال ايه؟ ألست أخاطب الناس على قدر عقولهم. لما تيجي انت تتكلم ابنك خطا شوف سنه قد ايه؟ عقله قد ايه؟ الولد بيفهم ولا ما بيفهمش؟ عنده مشكله في الذكاء بتاعه؟ خلاص اتعامل مع ذكائه ومع عقله مش مع جسده. وبالتالي انصحه مره واثنين وثلاثه، في الثالثه اقول خلي بالك لو اخطات المره الجايه الخطا ده انا عاقبك، بس العقاب يكون ايه؟ يكون عقاب معنوي، يعني الجزاء يكون من جنس العمل، بسيط قوي وعلى قدر على حجم المشكله، وما يكونش العقاب مركب. يعني ايه مركب؟ يعني الام تعاقب والاب يعاقب؟ لا، ممنوع. لو انت عاقبت خلاص الاب كانه لم يكن، انا محمد اخطا او مصطفى اخطا او هدى اخطات، خلاص اكلم بابا بالتليفون ولم يجي البيت كانه لم يكن، واقول له خلي بالك انا مش قايل لبابا، لكن يبقى في تواصل بيني وبين الاب يعرف كل حاجه. لكن الاب بيجي يتجاهل هذا السلوك وكانه ما حصلش، طالما الام قامت بالدور العقابي. لكن ما ينفعش انت تعاقبي والاب يجي من بره يعاقب، خطا تربوي قاتل. الولد هيكره البيت، والبيت بالنسبه له مصدر طرد ومش هيجي خلاص، واصبح الشارع مصدر جذب بالنسبه له، مش هيجي بيتك تاني. انت بتضربي والاب بيضرب، ايديكم انتوا الاثنين. وبعدين انتوا في حاله حرب مع الطفل؟ لا. امتى الدول بتحارب بعضها؟ لما بتفقد لغه الحوار. هل انت فقدت لغه الحوار مع طفلك؟ الفرق بينك وبين طفلك اختي العزيزه اخي المشاهد النضج والخبره. انت عقلك كبير قوي، بسم الله ما شاء الله، عندك 40 سنه 45 35 عقلك كبير قوي، وعندك خبره، كنت طفل في يوم من الايام زي الطفل ده بس تدرجت في النمو واكتسبت خبرات. خبراتك ونضجك ده مش هيعود على طفلك بالنفع ولا بالسلب، اول حاجه تلجا لها ضرب الطفل. يا اخوانا انا بقول تاني وتالت، الدول لن تحارب بعضها الا لما تفقد لغه الحوار بينها وبين بعض. في ما فيش حوار يبقى في حرب. هل انت فقدت لغه الحوار بينك وبين طفلك عشان تضربيه؟ لا، ممنوع، مرفوض. طب اعمل ايه؟ اخطات خلاص انا هخصك مش هكلمك نص ساعة ساعة، ما تغدى لوحدك، ما تاكلش معايا دلوقتي، يجي بابا من بره مخصمك خلاص. طب الولد عقابه اشتد، يعني سلوكه يعني بقى فج، بقى فظيع، قعده على سرير وقيد حركته، اقعد ما تتحركش، واجيب كرسي اقعد قدامه، لكن ما اضربوش ابدا. وفي نفس الوقت برضه اعمل مكافأة، مش كل حاجة العقاب عندي. ما انت دايما لما الولد بيخطأ تعاقبيه وتنسي المكافأة، ما في ثواب وفي عقاب. طب الطفل طول اليوم عامل لك ازعاج ومضايق حضرتك، لكن جه في لحظه عمل سلوك طيب، فورا فورا اكافئ الطفل. الله، الولد لو كسر زي ما قلت في البدايه، كسر يعني شوب صغير في البيت، تضربيه وتجري بسرعه تعاقبيه. طب لو عمل سلوك طيب وقام بقى معاكي كده، روق الانتريشه، الحاجه كذا، ورقه من على الارض، اي سلوك على قد سنه، البنت على قد سنها، شالت اطباق في المطبخ ما شاء الله، واربط عليه بقى. لما اعظم افعال ابني بديله ثقه بالنفس، لان بعض الاحيان الاطفال يعني تسلك سلوك سلبي او عن ذو عناد نتيجه ضعف الثقه بالنفس. ليه؟ الام دايما تقارن طفلها بطفل اخر، شوف ابن فلان بقى كذا، ابن فلان بيجيب درجات كذا، شوف بنت فلان بتعمل كذا وانت خفت كذا. ما تقارنيش طفلك بطفل اخر او طفلتك بطفل اخرى، ما تحبطيش اطفالك. الاحباط ده يا حضرات الاحباط المتكرر، انا بقول تاني ركزوا معايا، مش كلامي، كلام دراسات علميه، الاحباط المتكرر للاطفال او لاي انسان بيتولد لديه سلوك عدواني. وبعض الاحيان ما يكونش عدوان ضد المجتمع، بيكون عدوان ضد الذات، يعني الانسان لنفسه. يحصل عنده عزوف عن الاكل والشرب، ما ياكلش، ما يشربش، تيجي له انيميا، والانيميا دي بوابه الامراض، خلاص جهاز المناعه عنده بيضعف، اي ميكروب بيأثر فيه. يجي له كمان ارق في النوم، ما يعرفش ينام كويس، عنده وهن، مش عارف يفكر، ينفعل بسرعه، وعصبيته بتزيد. مين السبب؟
مين يا حضرات؟ مش كده، بلاش. تاني وتالت، الضرب ممنوع للأطفال. العقاب المعنوي على فكرة أشد خطرا للطفل. وأنا عايز أقول لأمهات برضو، يا ريت علشان ابنك يسلك سلوك طيب، أنا بقول تاني يا حضرات، المائدة اللي في البيت والطبليه اللي تربينا عليها في الريف دي، ده أعظم طبيب في العالم. يكتشف أخطاء وسلوكيات ابنك أولا بأول. أنت بتقعدي النهاردة مع طفلك وبياكل كويس وعنده نعم في الأكل، بسم الله ما شاء الله، وقام وشبع وحمد ربنا وقام، طب تاني يوم سلوك الولد في الأكل مش كويس، ما بياكلش كويس، الولد وشه أصفر، شفايفه بترقص، إيده بتترعش، كان يدوب حتة كده وقام، أعمل إيه؟ يبقى في جديد ومفيش جديد. في جديد لما ابني قاعد معايا على المائدة على السفرة، تغير من امبارح للنهاردة. لكن لو أنا أقول له إيه، روح سخن أكلك، خش المطبخ يا حبيبي والميكرويف عندك اعمل الاكل بتاعك، سندوتشاتك جاهزه، اكلك سخن، سخنه، كل. لا، مش هو ده. انت كده ام بيولوجيه. حتى الامهات اللي عندهم مربيات في البيت، من فضلك لو سمحتي، من فضلك خلي القاعده معاك في البيت دي تساعدك في امور المنزليه، تعمل لك المطبخ، تعمل الحمام، تعمل اي حاجه. لكن تربيه طفلك ده، دي مسؤوليتك انت كأم، مسؤوليتك كأم. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ابو عبد الله، اهلا بحضرتك. اتفضل. الدكتور ممكن بس رقمك الخاص وانزل استشاره خاصه يعني. تحت امرك، بس يا ريت ان الاخ الكنترول استاذ مصطفى اديله رقم تليفون. حاضر. تحت امر حضرتك، تحت امرك. فبقول لحضراتكم ان المائده مهمه جدا. اقعد مع طفلك وما تقولوش بقى انا عملت لك الاكل، حتى لو الام وظف، ما انا يعني عندنا زوجاتنا موظفات، ايه المشكله؟ بس لازم بقى في دور هنا تربوي واخلاقي في البيت. لازم الولد يحس بالامن النفسي امه قاعده معاه. اختي الفاضله، من فضلك ابعدي عن الضرب، ابعدي عن العنف. الولد شتت انتباهه، الولد قاعد بيذاكر وتركيزه عالي جدا. وبقول تاني وتالت ورابع يا حضرات، بلاش المقارنات. ربنا سبحانه وتعالى، انا اخويا تميز عني في عقل شويه، هو ذكاؤه عالي وانا ذكائي متواضع، الحمد لله ارضى بما قسم الله. بس اوظف قدرات ايه بتاعه ابني كويس قوي. يعني مثال، مثلا واحد معاه 150 جنيه وشالهم في جيبه، واحد معاه 100 جنيه بس شغال فيها كل شويه يقلب نفسه بالبلد كده، يعني بيروح الاسواق ويتاجر، خلاص بينام ال 100 جنيه دي، خلاص يا سلام بقى احسن من اللي معاه 150 جنيه. فانت لو عندك ابنك عنده ذكاء متواضع، ذكاؤه يعني اهو معقول، وظفي الذكاء بتاع طفلك ونمي مهاراته وخلي ابنك ينطلق وخلي ابنك يتميز. لكن ابنك بعض الاحيان متميز جدا، قدراته فائقه جدا، لكن من يبطل هذه القدرات ويعطلها؟ الاسره في البيت. الضرب، الضرب يا حضرات مشكله خطيره جدا جدا عند الاباء والامهات. ما بيشعرش بيها الاب لما ابنه يروح فين؟ يروح المدرسه ويجيب درجات مش كويسه. الولد كمان يا حضرات، الاثار المترتبه على الضرب ده بيبقى عنده حته الانانيه والاناني، وعنده حقد وكره للاخرين، ما عندوش تقبل الاخر، وعنده رغبه في التدمير، دايما عاوز يدمر اي حاجه قدامه، لانه خلاص بيعمل عمليه تعويض. على فكره بعض الاحيان حتى لو طفلك في البيت يعني عصب المزاج ودايما ينرفز ودايما يعني يعارضك ودايما ودايما ودايما، وانت صراخك والولوله بتاعتك مستمره، لا اهدئي ايتها الام، اهدئ ايها الاب. شوف طفلك عنده كام سنه، طفلتك عندها كام سنه، ايه الاسباب اللي خلت ابنك او بنتك بقى عصبي؟ العصبيه تاني وتالت من البيت، من الام والاب في البيت. الام اللي مزاجها دايما عصبيه وتعامل اولادها بالعنف والضرب، خلاص انت بقى خلاص بقيت النموذج بتاع الولد او البنت، انت بقيت النموذج بتاع بنتك في البيت والبلد كده بالبلد كده. فوتي بعض الاحيان الاخطاء الصغيره، مش كل كبيره صغيره انك انت يعني تمسكي عليها وتضربي بنتك او ابنك، لا، في امور نعديها. يعني البنت اخرت في النوم شويه 10 دقائق نص ساعه، خلاص المره دي عديها، وبس اقعد معاها كده واحنا في المطبخ مع بعض، خلي بالك يا امال يا هدى يا بنتي حبيبتي اصحي بدري عشان تتعودي وكده، خلاص. وده كلام مين بس بينك وبينها؟
مش قدام اخواتها. يعني اخطاء اولادك لو عندك 2 3 وكل واحد عنده خطا بينك وبين كل طفل، كلهم بعيد عن الاخر، لانك انت لما بتحاسب الطفل قدام اخوه او اخته انت بتقل من ذاته، بتقل من قيمته. خلاص انا بقيت في الاسره وحش، بقيت غبي، زي بعض الاحيان الام يعني تنعت ابنها بالفاظ مش كويسه، خلاص هيسخطوك، مش المثل اللي دايما يعني. لا بلاش كده، اعظم من ابني زي ما قلت في البدايه واديله ثقه بالنفس. وحتى يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: من نصح اخيه في سر فقد زانه، ومن نصحه في ملأ فقد شانه، يعني عابه. انت حضرتك لما تيجي تنصحي الطفل وعمل خطا او الطفل عملت خطا، يا سلام لو ربطت عليها كده وخدتيها بينك وبينها كده في اوضه النوم وكلمت معاها قلت لها: انت عارف بحبك قد ايه، وانا نفسي تكوني احسن مني، وانا كان نفسي ابقى كذا وانت تبقي كذا، وعلى فكره في حاجه كذا وكذا، يا ريت تخلي بالك منها. هتقول لك: حاضر يا ماما، هتقبلك وتمشي وتسمع كلامك كويس قوي. لكن لو ضربتيها بالقلم او ركلتيها خلاص، ده بالعكس، ده هي كل ما تحب تضايقك انت ثبتي السلوك عندها. العنف بيثبت السلوك عند الاطفال، خلاص السلوك السلبي ده بالنسبه لهم هو ده الاداه الوحيده اللي بيزعج الام والاب. ويتلازز قوي بعض الاطفال. لاحظي حضرتك كده لو عندك طفل يعني عنده 7 8 سنين وانت دايما عنيفه وعصبيه معاه، اثناء الشجار مع الاب تلاقي الطفل قاعد كده وخد ركن في البيت ويتلذذ وفرحان قوي، لان هو من وجهه نظره: يا سلام شفتوا انتوا افتريتوا عليا، اهو ربنا وقعكم ببعض. الطفل يتلذذ بمين؟ بمشكلات الام والاب، لان هو عنده جواه كب، جواه بآلام نفسيه هو مش قادر يعبر عنها ولا قادر يطلعها. مجرد ما شاف التفاعل السلبي اللي بين الام والاب اللي هي الخناقه يعني، الولد يتلذذ. طب ليه انا اخلي بقى صورتي مشوهه قدام طفل كده سواء ام او اب؟ لا، لازم صورتي تكون حميده وجميله قوي، ولازم ابني يتباهى بيا، ولازم ابني يعني دايما يجي مدرسه البيت بالنسبه له مصدر جذب مش مصدر طار. زي ما قلت، الواد اول ما يخرج مدرسه نفسه يروح البيت، عشان نفسه يحكي لماما النهارده المس قالت له ايه، وزمايله سقفوا له كويس قوي، وخد نجمه مش عارف ايه، وخد ايه، عاوز يحكي لماما عشان ماما ايه، ماما ست طيبه، ست عظيمه، ست جميله، تسمع ابنها بتطبطب عليه، خلاص بتدي له بقى الحضن النفسي اللي محتاجه الطفل هنا، اللي هو احنا بنسميه الغذاء الوجداني، مش الغذاء المادي، الفرخه واللحمه والسمك اللي لا، ما ده كده كده موجود في البيت، بس احنا عاوزين غذاء الوجدان للولد، اللي احنا الحاله النفسيه. لو طفلك جاي البيت وعارف ان ماما قاعده مستنياه، اول ما يجي ياخدك في حضنه: ماما المس عملت كذا وزمايلي، يا سلام ايه اللي بيحصل؟ الولد بيبقى جميل قوي، ثقته بنفسه بتزيد قوي، وكويس قوي 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 قوي، هياكل بنهم وينام هو امن، ويقوم يذاكر كويس وهيستوعب درسه، وهينام بعد كده ويخلص واجباته اولا باول، وهيكون انسان فائق جدا، وهيحقق لكل اهدافك، ويكون وجهه مشرفه ليك في المجتمع اللي انت عايشه فيه. العماره يقول لك: الله بسم الله ما شاء الله، ابن فلان ده كويس قوي، اه طبعا ده باباه كويس، ده راجل محترم، ومامته ست فاضله. ليه؟ لان الولد سلوكه في الشارع، في المجتمع، في المدرسة، دايما كلم المدرس بتاعه حضرتك، كلم المدرسة حضرتك، يخلي باله من زميله. الواد عنده بقى تعاون، وتعلم بقى الأخذ والعطاء بينه وبين زمايله. زميله نسي سندوتشاته مصروفه، يقول له: خد كل معايا، يقول له: خد اشرب معايا، خد الله، خد مصروف نقسمه سوا. علم ابنك كده، لو علمت ابنك كده بس، أهم حاجة أنت في البيت تكون القدوة. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. زي الأب اللي عاقب ابنه على السجاير وهو حريقة في البيت، ما تخنه، ما ينفعش، قول من هنا للصبح ولا حد يسمع كلام حضرتك، ولا حد هيعمل بكلامك، لو ده حلك حاضر يا بابا، لكن من وراك هياخد فلوسك أو ياخد من سجايرك يشرب. الأم اللي دايما في البيت يعني، وعلى فكرة كل السلوكيات اللي دايما نعاني منها من أولادنا البيت، الأم اللي ترد على التليفون: عايز أكلم الدكتور فلان أو المهندس فلان أو سيادة اللواء فلان أو أيا كان، أو الحاج فلان ده نايم، هو مش نايم صاحي أو مش موجود، ابنك قاعد جنبك بيرصد سلوكك، خلاص من غير ما تقولي بيعمل محاكاة بيقلدك، هيكذب هو برضه، إنك أنت خلاص كذب، سرقة، أي سلوك. وعايز أقول برضه الأخ أبو أحمد في البداية كلمني، عايز اقول لحضرتك لكل الناس
من ضمن الحاجات اللي بتخلي الولد يتعلق ان احنا عندنا وجداننا عالي. الولد من سن 3 سنين او البنت اللي عندهم 3 سنين عندنا حاجه في الطب النفسي وعلم النفس اسمها ايه؟ الفطام النفسي. يعني ايه الفطام النفسي؟ نخلي الولد والبنت يعتمد على ذاته في حدود قدراته. انا بقول الولد لو كمل 3 سنين او عنده نمو حركي بيمشي كويس وعنده طلاقه لفظيه عن سنتين ونص او سنتين وثمان شهور بينام في غرفه لوحده. الله، ازاي يا دكتور؟ حتى لو ما عندوش جد وجده في البيت، حتى لو ما عندوش اخوات كبار في البيت ينام لوحده. ليه؟ الولد بينمو وبيجري بسرعه النمو بتاعه، خلاص بيرتقي في النمو. والولد يا حضرات بيرث سلوك الام والاب داخل حجره النوم. والكلام ده نخلي بالنا منه كويس قوي. ان بعض الاحيان احنا بندخل اولادنا في اخطاء دون ان ندري. الاب بعض الاحيان والام يعني يقعوا ابنائهم في اخطاء سلوكيه قاتله دون ان ندري، والام لا تقصد والاب لا يقصد. ابنك في البيت معاك في اوضه النوم نايم، بس هو مش نايم، مغمض عينيه بس صاحي. وبعض الاحيان بيعتبر سلوك الام والاب العلاقه الزوجيه بيعتبرها اعتداء من الام على الاب، والعكس ايا كان. وتبقى الصوره الذهنيه عايشه معاه. اول ما يشعر بالبلوغ ويدخل في مرحله المراهقه خلاص يتذكر بسرعه فورا، لانه عنده ذاكره طويله المدى، عنده مستودع المعلومات موجود عنده، هيطلع منه الخبره اللي شافها هو ايه مع بابا وماما. يبقى احنا دمرنا ابننا او بنتنا؟ لا. انا اقول لكل ام وكل اب، نيم ابنك في غرفه بمفرده بس اقعدي معاه لحد ما يروح في النوم. هو الشهر الاول والثاني والثالث لحد 3 4 شهور هيبقى عنده مقاومه وهيقاوم حضرتك. تدرجي معاه واحكي له حددي قبل النوم وطبطبي عليه شويه واعملي مساج على شعره وعلى ظهره، ناميه على رجلك شويه وخديه في حضنك واحكي له حدوته. بس ايه؟ صوتك بقى يتدرج. صوتك في البدايه عالي وبعدين يعني شويه يبقى خافت شويه لحد يبقى همس. الولد هيروح في النوم. طب صحي الولد او البنت بالليل وصرخ. انت في البدايه تخلي اوضه حضرتك مواربه في الشهور الاولى دي عشان اي صوت للطفل بسرعه تجري له. طب صحي وجالك ودخل تحتك لا، اخده في حضني وارجع بيه على سريره. لان انا لو خدته ونيمته معايا يوم واحد بس كسرت القاعده، ولا يمكن ابني او بنتي هيروح خلاص ينام لوحده. لا، انا اخده واروح انام معاه في سريره واطبطب عليه وتاني وتالت ورابع لحد بيروح في النوم. مره في مره هيتعود، هيعيط شويه ويبكي شويه ويتشنج شويه لحد ما هو في لحظه من اللحظات خلاص. بس اهم حاجه السرير يكون ايه؟ جميل قوي وعليه الوان مزركشه كده وليه حواجز عشان ما يقعدش ما يوقعش. كل الامور دي كلها لحد ابنك او بنتك تقول لك ماما مع السلامه انا عاوز انام. ودايما اختي الفاضله اخي الفاضل، لو عندك طفل واحد طفله واحده، حتى جوز حضرتك بيشتغل اعمال، بيسافر، عنده مأموريات، عنده نبطشيات في مستشفى، في الجيش، في الشرطه، في اي مكان، عود طفلك باب الحجره مغلق مقفول يعني مردود كده بالبلدي، علشان الطفل لما يجي الاب من مأموريته ما يرصدش سلوكه بسلوك بشيء اخر. دايما حتى الاب مش موجود الباب مقفول، الاب موجود الباب مقفول خلاص، بس سلوك عندنا في البيت. والام اللي عندها برضو يعني بالمناسبه اللي عندها ابناء عندهم في سن مراهقه سواء بنات او بنين، لازم الام تنضبط شويه علشان برضو الاخطاء السلوكيه بتيجي من الام في البيت. واقول تاني وتالت برضو من ضمن العنف اللي ضد الاطفال ان الام دايما تاخد اطفالها معاها في الحمام، تاخد معاهم شاور. لا بلاش. الطفل يتامل بقى كل شيء وبيعيش الصوره الذهنيه دي، وده عنف ضد الطفل. انا بقول اهو ده اصعب من الضرب لانه بيتعود خلاص. وبعدين ما تخليش الولد والبنت الاثنين في بني واحد او يستحموا مع بعض، حتى لو اطفال صغيره عنده 4 5 سنين. الفكره في ايه يا حضرات؟ فكره في ذهن الولد وذهن البنت. هنسبب صوره ذهنيه سلبيه عندهم؟ لا، ده نعمل خصوصيه لطفلي من دلوقتي الذكر، وخصوصيه البنت من دلوقتي الانثى، عشان كله يستقل بذاته. طيب الولد لما بيتضرب لما بيكبر يبقى عنده حته الاستعلاء والاستكبار، لانه بيعوض هو الضرب اللي اتضربه قبل كده، يعني لا يتقبل اخر، بيحاول يعني يستضعف اي حد قدامه علشان يحس بذاته ويعوض ايه؟ نوع من التعويض اللي بيسموه الدفاعات النفسيه. هو بيدافع عن نفسه بس ايه؟ في صوره قديمه قوي.
عشان يرفع من ذاته، ودايما يقلل من الاخر، يستهين بالاخرين، ودايما يحب يستحوذ على كل شيء. يبقى مين اللي غرز السلوكات السلبيه عند الطفل هنا او عند الشاب لما كبر؟ البيت، الاسره. لان احنا حضرات لما بنتربى بنمر بمؤسسات تربويه عديده، البيت والمدرسه والنادي والجامع والكنيسه والجامعه، كل دي مؤسسات تربويه بتشارك في تربيتنا ولها دور كبير جدا في سلوكنا. فاول مؤسسه تربويه يعتمد عليها الطفل اعتماد كامل، وخاصه في الطفوله المبكره مرحله ما قبل السن 6 سنوات ما قبل المدرسه، الاسره والام. على الام انها في البدايه، يعني ما تقولش الطفل ما يفهمش، لا، ده لازم يكون عندك تواصل ايجابي، تواصل بصري مع طفلك، تواصل سمعي، تواصل شمي، تواصل لمسي. ده حتى حضرات التواصل اللي احنا بنقول عليه، بعض الاحيان الامهات تكون عندها ظروف صحيه ويجي الطبيب يقول لها يعني لا الرضاعه لا ما ينفعش، بتاخد يعني مضادات، بتاخد ادويه نفسيه، ايا كان الامر، او الطفل عنده مشاكل خلاص هنا الدكتور بيمنع الرضاعه، او بعض الاحيان اللبن يعني سبحان الله بيكون غير كافي لايه؟ يعني لغذاء الطفل. بنقول للام اللي بترضع رضاعه صناعيه ضعي طفلك على الجانب الايسر. بعض الدراسات بتقول دقات قلب الطفل مع دقات قلب الام الاثنين مع بعض بيعملوا حاجه اسمها سكرايزيشن، يعني تزامن كده سبحان الله، تخفف القلق والتوتر عند الطفل وتجعل الطفل ينام امن. رضاعه صناعيه بس الام واخداها في حضنها، نفسها واصل للطفل، بيشمه تعود عليه، بيبص في وجه الام تعود على شكلها، بيسمع صوتها، كل انواع التواصل دي كلها والحس والسمعي والشمي والحاجات دي كلها بتعمل ايه يا حضرات؟ بتعمل نوع من الهدوء والسكينه عند الاطفال. عشان كده بقول بلاش ايدك تضرب طفلك، بلاش بالعصا تضرب الطفل، لان ضرب الطفل بيخلي دايما الولد ان هو بتعمل عنده عقد، ولما بيكبر العقد دي بتنعكس عليه وتطفو على السطح. ومين اللي بتاثر بيها؟ بتاثر بيها مراته واولاده لما يبقى زوج او تبقى زوجه، وفي ساعتها تقول ايه؟ يعني الام والاب السبب. لا، عاوزين دايما نقول ان امي والدي ووالدتي هم السبب في سلوك الطيب ده مع ابنائي، هم السبب في سلوك الطيب اللي خلوا ابنائي واجهه مشرفه في المجتمع. الام والاب هم اساس كل شيء، هم الشجره اللي بيظلوا الايه الاولاد. دايما خلي علاقاتكم كزوج وزوجه علاقه طيبه فيها نوع من ايه؟ الموده والرحمه. عامل ابنك ما تفرقش بين ولد وبنت، بين بنت وولد، ما تضربش الولد وتسيب البنت، او ما تضربش البنت لا، في توازن. ولو في ضرب يا حضرات من بعد سن ال10 سنين، والضرب ما يكونش ضرب مبرح، ده نوع من التخويف، نوع تاني من للرضع. لكن الضرب اللي فيه قهر وفي اذى بدني ويعمل الطفل احباط، لا بلاش منه. خير الامور الوسط، اولادكم اجبادكم خلوا بالكم، حاولوا العلاقه تكون بين الاولاد والاباء او الاباء والابناء تكون علاقه طيبه، بعيدا عن الضرب والعنف، بعيدا عن القهر، بعيدا عن كل شيء سلبي، علشان ننعم بصحه جيده، يعني اولادنا ينعموا بالصحه النفسيه الطيبه ويكونوا خير خلف لخير سلف ان شاء الله. انا بشكركم لحسن المشاهده والمتابعه، وبشكر كل اخوتي العاملين في قناه الصحه والجمال وعلى راسهم الاخ المتميز الاستاذ مصطفى، واشكر تاني حضرتكم على حسن المشاهده والمتابعه، وادعو الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فيما قدمت، فان كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وان كنت قد قصرت لانني بشر والكمال لله وحده. اللهم ات نفوسنا تقواها وذكها انت خير من ذكاها، انت وليها مولاها، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.